يتم الاعتداء على سيدة حتى كبيرة بالسن والتي لا تريد أن تغادر. انظر انظر النسوة، انظر إلى نسوة مدينة القدس، انظر إلى نسوة مدينة القدس، هي ترفض أن تغادر. انظر كم جندي حولها وهذا طب، ولم تخاف، تمشي بكل تأودة وبكل كرامة ولا تريد أن تغادر. وتركوها وتركوها لأنه عمليا لا يستطيعون التعامل مع كل مقدسي يريد أن يمارس حقه في الوقوف في هذا المكان.